بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لي في بداية كلمتي هذه أن أتقدم إليكم سيادة الرئيس وإلى شعب مصر الوفي العزيز وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، ملوكها ورؤسائها وأمرائها وسلاطينها، بأطيب التهاني وأصدق الأماني بهذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة الاحتفال بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام ورسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين، متمنياً للجميع المزيد من التوفيق ومن العزة والقوة والسخاء والرخاء. الحفل الكريم يحار المتأمل في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدري بأيها يبدأ ولا بأيها يختم، ولا ماذا يأخذ من هذا الوابل الصيب من صفات الجمال وصفات الجلال، ولا ماذا يدع. وكيف لا وقد وصف الله سعة أخلاقه الشريفة بوصف العظم، فقال في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. كما وصفته أخبر الناس به زوجه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاقه، فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ولعل السيدة الكريمة رضوان الله عليها أدركت الأفق المتعالي لهذا الخلق النبوي وصعوبة بيانه للناس عداً وحصراً واستقصاءً، فأحالت البيان إلى أخلاق القرآن الكريم وما بينها وبين أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه من تطابق وتماثل. وبما يعني أن الخلق القرآني إذا لم تكن له نهاية في حسنه وكماله، فكذلك الخلق المحمدي لا نهاية لحسنه وكمالاته، ولا حدود لسعته واستيعابه العالمين بأسرهم، وإلا لما صحت هذه المماثلة بين خلقه النبوي وبين القرآن الكريم في حديث عائشة رضي الله عنها. هذه المطابقة هي السر في اختصاص نبي الإسلام برسالة تختلف عن الرسالات السابقة، حيث جاءت رسالة خاتمة للرسالات الإلهية، كما جاءت رسالة عامة تتسع للعالمين جميعاً إنساً وجناً وزماناً ومكاناً، بينما جاءت الرسالات السابقة رسالات محدودة بأقوام بعينهم وفي زمان معين ومكان محدد لا تتجاوزه لمكان آخر. ويجب التنبه إلى أن المفاضلة بين الرسالات الإلهية والمفاضلة بينها أمرها متروك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا نحن المؤمنين بهذه الرسالات أن نفاضل من عند أنفسنا ونحكم بأن رسالة أفضل من رسالة أو نبياً أفضل من نبي، اللهم إلا اتباعاً لما يرد من الشرع الكريم في هذا الشأن. يقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ويقول:
ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، غير أن هذه المفاضلة لا تجوز من عامة المؤمنين بأن ينشئوا من عند أنفسهم مفاضلة بين نبي ونبي أو بين رسالة ورسالة. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا، فقال: لا تخيروني من بين الأنبياء، وقال: لا تخيروني على موسى، وقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقال: وجاءه رجل من أصحابه فقال: يا محمد، يا سيدنا، يا ابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، فكان مما قاله صلوات الله وسلامه عليه: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة النبوة والرسالة. وهنا وفي هذا المقام مقام الفصل بين خصوصية الشيء وأفضليته، يذكر العلماء بالقاعدة التي تقول: إن الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، ويستدلون بها على أن خصيصة العموم في رسالة الإسلام لا تعني تفضيلها على باقي الرسالات. وقد ضرب العلماء لهذه القاعدة مثلاً محسوساً ومأنوساً، ضربوا مثلاً قدرة الطائر على الطيران بجناحيه في جو السماء مقارنة بالإنسان الفاقد هذه الخاصة، ولم يقل أحد أن الطائر أفضل من الإنسان. سيادة الرئيس، الحفل الكريم، إذا كانت أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم قد تنوعت عدداً ومنزلةً وعلو درجة وكمال شأن حتى وصف بالإنسان الكامل، فإن صفة من صفاته هذه قد انفردت بالذكر في القرآن الكريم، وهي صفة الرحمة التي وصف بها صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في أواخر سورة التوبة في معرض الامتنان الإلهي على المؤمنين، حيث بعث فيهم رسولاً منهم وصفه بأنه حريص على هدايتهم وأنه رؤوف رحيم بهم. ثم ذكرت صفة الرحمة مرة ثانية في قوله تعالى في أواخر سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجاءت بأسلوب القصر الذي يدل على أن هذا الرسول اتحد ذاتاً وأفعالاً بصفة الرحمة حتى صارت سجية راسخة متمكنة في مشاعره ومتغلغلة في أطوائه ومسيطرة على تصرفاته. وقد أكد صلوات الله وسلامه عليه هذا الوصف بقوله في سنته الشريفة: إنما أنا رحمة مهداة، وطبقه في كل تصرفاته مع البشر ومع جميع الكائنات والمخلوقات، وكان ينزع في كل تصرف من تصرفاته من معين هذه الرحمة التي فطره الله عليها وألان بها قلبه، وكان ذلك من أقوى أسباب دخول المشركين في الإسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. بل إنه كان رحمة للناس حتى في المواطن التي تكون فيها الرحمة أقرب إلى رذيلة الخوف والجبن منها إلى فضيلة الشجاعة والإقدام. وأعني بهذه المواطن مواطن الحروب والاقتتال والصراعات المسلحة بين الأمم والشعوب. وأول ما يطالعنا من تجليات الرحمة النبوية في هذه المواطن هو أن القتال في شريعة الإسلام لا يباح للمسلمين إلا إذا كان لرد عدوان
على حياتهم أو دينهم أو أرضهم أو عرضهم أو مالهم أو غير ذلك مما يدخل تحت معنى العدوان بمفهومه الواسع. أما القتال نفسه أو حرب العدو أو الصراع المسلح فله في شريعة الإسلام خطر وأي خطر، وله قواعد وضوابط وتشريعات شرعها الله تعالى وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم تطبيقاً عملياً، وهو يقود بنفسه جيوش المسلمين في معاركهم مع أعدائهم، وأمر أمته بالتقيد بها كلما اضطرتها ظروفها وألجأتها إلى مواجهة عدوها. ومن أول ما يلفت النظر من هذه القواعد قاعدة العدل، وهي قاعدة كلية بعيدة الغور في شريعة الإسلام، أمر الله بالالتزام بها في معاملة الصديق والعدو على السواء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن قاعدة العدل هذه تستدعي قاعدة ثانية تلازمها ولا تفارقها في أي تطبيق، وهي قاعدة المعاملة بالمثل، والتي تعني أول ما تعني حرمة تجاوز حدود العدل إلى حدود الظلم والعدوان على الغير. يتبين ذلك من قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقوله أيضاً: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسبب نزول هذه الآية فيما يقول المفسرون ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم نظر يوم أحد إلى عمه حمزة بن عبد المطلب فرآه مقتولاً ممثلاً بجثته وأعضائه، ولما لم تطق بشريته صلى الله عليه وسلم تحمل ما نزل بعمه قال وهو محزون أشد الحزن: والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزلت الآية وهو واقف في مكانه ولم يبرح، فما كان منه صلوات الله وسلامه عليه إلا أن كفر عن يمينه وأمسك عما أراد. وإذا بدأت الحرب واستحر القتال فها هنا فقه أخلاقي عجيب يحرم على المسلم قتل طائفة من أعدائه ويكف يده عنهم، وذلك إذ يحرم على المسلم أن يعمد إلى قتل النساء أو قتل الأطفال أو مجرد ترويعهم وتفزيعهم، كما يحرم على المسلم قتل الشيوخ في جيش العدو وقتل الرهبان امتثالاً لنهي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، والصوامع هي بيوت العبادة. وكذلك يحرم على المسلم المجاهد في سبيل الله قتل عدوه الجريح أو الإجهاز عليه، وكذلك يحرم عليه قتل المرضى وقتل المجانين ومكفوفي البصر. وأصل ذلك قول الإمام مالك رضي الله عنه: لا يقتل الأعمى ولا المعتوه. وكذلك لا يجوز قتل العمال والأجراء ومن على شاكلتهم. وسبب حرمة قتل هؤلاء رغم كفرهم وتكذيبهم ووجودهم في معسكر العدو أنهم لا يتصور منهم مباشرة عدوان ولا مشاركة بالسلاح في قتل المسلمين، وبكلمة واحدة لا تتصور منهم المقاتلة التي جعلها الله السبب الأوحد لإباحة قتال المسلمين لأعدائهم، بل وعلته الوحيدة، وذلك في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومعلوم أنه إذا انتفى السبب انتفى المسبب، وأن الحكم الشرعي
يدور مع علته الشرعية وجوداً وعدماً لا مشاحة في ذلك. واستثناء الطائفة المذكورة من القتل رغم كفرهم وعنادهم هو أساس احتجاج القائلين بأن علة القتال في الإسلام هي العدوان وليس الكفر بالإسلام. ومن قواعد الإسلام العامة في القتال التزام مبدأ الفضيلة ومبدأ الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، سواء تعلق هذا الشيء بإنسان أو بحيوان أو بجماد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد ترجم أمراء المسلمين وقادة جيوشهم مبدأ الفضيلة هذا إلى لوحة شرف في قوانين الحروب لا يعرف التاريخ لها نظيراً في غير معارك المسلمين. وها هو الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يودع قائد جيشه إلى الشام ويقول له: أوصيكم بتقوى الله، لا تعصوا ولا تغلوا ولا تجبنوا ولا تهدموا بيعة، أي كنيسة أو معبدا، ولا تهدموا بيعة ولا تحرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تذبحوا بهيمة ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا صبيا ولا صغيرا ولا امرأة، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع، أي في بيوت العبادة، وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له. وتبقى كلمة ما أظن أن صورة القتال في الإسلام تكتمل بدون الإلمام بها ولو على سبيل الإيجاز والاختصار، إنها صورة الأسرى في الحروب الإسلامية. وفقه الأسير في الإسلام يدور على أمرين لا ثالث لهما، حددهم القرآن الكريم في قوله تعالى: فإما منًا بعد وإما فداء. والمن على الأسير هو إطلاق سراحه وتحريره بغير عوض ولا فدية، أما فداؤه فهو تحريره وإطلاق سراحه مقابل فدية يؤديها أو يؤديها غيره عنه. والأسير الذي يأسره المسلمون من جيش العدو يحرم على المسلمين قتله. وقد نقل ابن رشد إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة قتل الأسير، ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسارى خيراً، كما تدل عليه معاملة الجنود المسلمين لأسرى بدر وكيف كانوا يؤثرون أسراهم على أنفسهم فيعطونهم الخبز ويكتفي الجنود المسلمون في طعامهم بالقليل من التمر، كما تدل عليه الأحكام الفقهية في هذا الشأن من وجوب إطعام الأسير ووجوب الإحسان في معاملته وحمايته من الحر والبرد وتوفير ما يكفيه من كسوة ومن غطاء وإزالة كل ما يصيبهم من ضرر، ووجوب احترام مراكزهم وكرامتهم الشخصية حسب مكانة كل فرد منهم، مستلهمين في ذلك دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الرفق بالناس كل الناس في قوله: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وقوله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقوله: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. سيادة الرئيس الحفل الكريم، ما أظنني في حاجة بعدما سمعناه عن شأن الحرب في الإسلام وهو قليل جدا من كثير جدا، ما أظن أننا في حاجة إلى عقد مقارنة أو مناظرة بين الحرب في شريعة الإسلام ونموذجها الإنساني الرفيع ومنذ القرن السادس الميلادي، وبين الصورة البشعة
للحرب الحديثة في القرن الواحد والعشرين، والتي آل أمرها إلى إبادات جماعية ومجازر همجية وجرائم منكرة ترتكب ضد شعوب مضطهدة تخلى عن نصرتها نظامنا العالمي القوي المتحضر. فقد صمت صمت القبور عن آلام هذه الشعوب وصرخاتها، ثم راح يشمر عن ساعد الجد ليتصدق أخيراً على هذه الشعوب البائسة بكلمات عزاء لا تقول شيئاً، أو بمشاعر فاترة لا تختلف كثيراً عن مشاعر القاتل الذي يمشي في جنازة قتيله ويتقبل عزاء الناس فيه. فالمقارنة في هذا المقام مضللة ومزيفة لكل نتيجة تنتجها مقدماتها. وحسبنا أن نعلم أنه لا يصح في حكم العقل أن تقارن بين الخير والشر، ولا بين الحسن والقبح، ولا بين الفضيلة والرذيلة، ولا بين قانون الغاب وقانون الإنسان الفاضل المهذب. والدرس الذي يجب استحضاره مع كل ذكرى للمولد النبوي الشريف هو تجديد وعي هذه الأمة بذاتها وبتاريخها العريق المشرف وقدراتها المادية والروحية وطاقاتها الخلاقة، وأن تكون على يقين من أنها تملك دواءها إن أرادت وأعدت للأمر عدتها، وأن نكون على ذكر دائم من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كما يجب تجديد العزم على بذل قصار الجهد للتضامن مع غزة وأطفالها ونسائها وشيوخها، ومع شعوبنا في السودان واليمن وغيرها، وأن نعلم أن ذلك ليس منة يمن بها على هذه الشعوب الشقيقة المعذبة في الأرض، وإنما هو واجب القرابة في الدين وصلة الرحم وصلة الدم والمصير المشترك. وعلينا أن نكون على ذكر دائم آناء الليل وأطراف النهار من قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وبهذه المناسبة العطرة يسعدني سيادة الرئيس باسمي وباسم زملائي علماء الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أن أقدم لسيادتكم النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية، وهي أول ترجمة تصدر عن مركز الترجمة بالأزهر الشريف لتعريف أبناء المسلمين بمعاني القرآن الكريم ممن لا يتحدثون اللغة العربية، ولتعريف كل المهتمين بقراءة معاني هذا الكتاب العظيم دستور المسلمين وهدي السماء البشرية. شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ندعو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم بعض من النماذج المشرفة والمضيئة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي في مجال الدعوة.